سر واحد كافي إنه يدمر حبك ويدمر ثقتك فيني؟ احكي نارين، لسه في عندك القدرة إنك توثق فيني؟ بعد ما حولتيني لشكاك عم تطلبي مني هيك جواب؟ طيب رح تاخدي هالجواب. من هلأ ورايح ما رح نتشارك أي شيء بحياتنا نهائياً، وما رح نعبر عن مشاعرنا لبعض أبداً، ما رح نلجأ لبعض أبداً، ما رح نتشارك أفراحنا ولا أحزاننا. نارين، حياتي أنا وياك مرتبطين ببعض كلياً، كيف فيك تفكر إنك تبعد عني؟ إذا مجرد سر ما شاركتيني، كيف بدي صدق إنه بدك تشاركي حياتك معي؟ بما إنه أنا وياكي ما عدنا مع بعضنا، ما فيك تتوقعي مني حبك وأوثق فيكي. يمكن نحن زوج وزوجة بنظر الناس، أما بالواقع متشاركين بالغرفة وبس، وأنت المسؤولة الوحيدة عن كل شيء مرقنا فيه. أنت المسؤولة مدام بوجا فياس. لا نارين، نارين بترجاك واقف اللي عم تعمله، اسمع مني مرة واحدة على القليلة. مدام بوجا، شكلك نسيتي انه مو مسمح لك تمنعيني اعمل اي شيء.